بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم يا دكاترة. هنكمل مسيرتنا إن شاء الله في النيورو ساينس، وهنتكلم النهاردة عن موضوع الداينكيفالون. فاكرين يا شباب الداينكيفالون؟ الداينكيفالون هتكلمنا عنه، وفاكر أنت لما اتكلمنا مرة مثلا عنه في الإمبريولوجي، فاكر أنت لما قلنا الفور برين بيتقسم لتيلينكيفالون وداينكيفالون، أو ده الداينكيفالون. حتى قلت لك هتعرف يعني إيه، قلنا الداينكيفالون دول اللي هما إيه، الثلاماي. وحتى قلت لك الصلامات دول او بين الايه الثيرد فينتريكل دول، وان هم الصلامات دول بيتقسموا لصلامس وهيبو صلامس وايبي صلامس وساب صلامس. وهنتكلم النهارده بقى هنتكلم عن شله الصلامات الجميله دي ان شاء الله. اول واحد هنتكلم عنه هو الهيبو صلامس. طيب ايه الهايبو صلامس ده؟ يعني عارف انت يعني ايه وظيفته في الحياه؟ قال لك والله انا هقول لك السكيما قبل ما اقول لك هو بيعمل ايه، لان وظايفه كتير قوي. يعني هو عارف انت، وعلى فكرة جزء الداينكيفالون ده من الجزء اللي هو ما فيهوش فهم كتير، هو فيه حفظ أكتر ما هو فهم. يعني أنت مش هتحس إن أنا بقول حاجة جديدة، يعني ما الحصة النهاردة صغيرة خالص. الهايبوثالاموس زي ما احنا قلنا ليه تسكيمة كده، اللي حتى سوري الفيرست ايد اللي عاملها هي تان هاتس. عارف ايه هي التان هاتس؟ التان هاتس عارف انت هي طغيان رعاة البقر، عارف انت اللي هي بتبقى طويلة كده وتروح حاملة بتاع فوق كده، هي دي التان هاتس. ماشي، فتعالى نفك شفرة التان هاتس دي. فأقول لك إيه وظيفة الهايبوثالاموس. أول تي عندنا التمبريتشر، قال لك ده مسؤول عن الهوميوستيزس بالنسبة للتمبريتشر، لأن هو محافظ على درجة حرارتك. فهو في نيوكليا هناخدها بتعلي الحرارة، وفي نيوكليس تانية بتوطي الحرارة، عارف أنت عشان إيه؟ تحافظ على درجة حرارة جسمك سوا 30 درجة. إيه ليه؟ والله إيه، عشان لو الحرارة لو ما ظبطتش هتموت يعني. بس يعني ماشي ماشي. ال A وال N قال لك والله مسؤول ان هو بيكنترول الادينو هايبوفسس والنيورو هايبوفسس. ادي ال A وال N. طب الادينو هايبوفسس دي الانتيرو بيتيوتري، الانتيرو بيتيوتري دي اكيد انت عارفها من الاندوكراين او عديت عليها. يعني الانتيرو بيتيوتري دي بتطلع الانتيرو بيتيوتري هرمونز. فانت مثلا كمثال انت عندك مثلا الانتيرو بيتيوتري، مثلا وهي بتطلع ال ACTH من الانتيرو بيتيوتري، مش شكلها مش كده طبعا، بس عارف انت كده فاهم عندك. المهم يعني، فاكيد الهايبوثالاموس كان باعث هنا، ده هقول ده هايبوثالاموس يعني بتاع ده اهوت. فهو كان مطلع لها ايه، مطلع لها ايه سي ار اتش مثلا، فاهم؟ فهو بي بي ايه بيتحكم في الانتيرو بيتيوتري، وفي نفس وضع البوستيرو بيتيوتري. البوستيرو بيتيوتري برضو تحت ايه، البوستيرو بيتيوتري دي بتطلع هرمونين لو تفتكر. بس الحاجات دي هناخدها لسه في الاندوكرينولوجي بالتفصيل يعني. تمام ماشي، فما تستعجلش يعني. انت بس تعرف ان هو بيتحكم في الانتيريور بيتيوتري عن طريق ان هو بيطلع لها هرمونات برضه، ستيمولاتوري انهيبيتور، يشغل الانتيريور بيتيوتري يوقفها، ويشغل البوستيريور بيتيوتري يوقفها. طبعا البوستيريور بيتيوتري انت عارف انها بتطلع الايه، الاي دي اتش والاوكسيتوسين. وهو بقى بيتحكم في الانتيريور بيتيوتري، بيتحكم في الهرمونات برضه الهايبو صالاموس. طيب عندك مثلا بيتحكم في ايه تاني؟ قال لك والله مسؤول ان هو عن الجوع عن الجوع والشبع، مسؤول ان هو يحسسك انك جعان او شبعان. وهنتكلم عن النقطه دي بالتفصيل. وبرضو عن الثيرست، عن العطش، برضو هو مسؤول برضو عن احساسك بالعطش وانك ارتويت يعني. طيب مسؤول عن الاوتونوميك. اصلا الفيرست اوردر نيورون سواء سمباثيك او باراسمباثيك هو اصلا طالع من الهايبوثالاموس. ودي حاجه يمكن انت خدت اوتونوميك فيسيولوجي وما خدتش بالك منها، انا عن نفسي كنتش واخد بالي منها قبل ما امشي في سكه النيورو، يعني مش سكت يعني المعادله. يعني دي حاجات اللي انا خدت بالي منها، فيرست اوردر نيورون اصلا جاي من الهايبوثالاموس. ماشي، ما اعرفش يمكن ما كنتش دحيح وانا صغير عادي، يعني وانا صغير اللي هو من سنتين يعني. ماشي، ومسؤول عن السكشوال ايه ديزاير، السكشواليتي عموما هتتكلم برضه عنها بالتفصيل ده. طب تعالى نتكلم كده عن النيوكلياي. طبعا كل نيوكليوس مسؤول عن اكشن بقى من اللي احنا قلناهم دول، بس ما تنساش بالله عليك ان الاكشن بنسكنهم في سكيما اسمها تان هاتس، تي تمبريتشر ايه وان انتيرور انتيرور او ادينو هايبوفسز ونيورو هايبوفسز. هاتس قال لك والله هانجر، الاي اوتونوميك، والتي ثيرست، والاس سيكشواليتي. تمام جميل. تعال نتكلم بقى عن النيوكلياي. اول نيوكلياس هنتكلم عنها هي اللاترال نيوكلياس، وهتلاقي انا كاتب تحتها كده لغ. ايه لغ ده؟ النيوكلياس دي هي اللي بتقول لك تلغ، فهي مسؤولة عن إحساسك بالجوع. تمام، فهي مسؤولة عن إحساسك بالجوع. طب سؤال، لو النيوكليوس المسؤولة عن إحساسي بالجوع باظت، ده معناه إيه اللي هيحصل؟ بالله تقولها بالطريقة اللي أنا هقولها لك دي،
اسمها لو باظت النيوكلاس المسؤول عن الجوع فأنا مش هجوع. طالما أنا مش هجوع يبقى أنا مش هاكل. لازم تجيبها بالطريقة دي، أو مش لازم، أو يا ريت تجيبها بالطريقة دي، لأنك أنت لو مجبتهاش كده هتتلخفن، تمام؟ فيقول لك والله دي مسؤولة عن الجوع، وإن هي لو باظت إيه اللي هيحصل؟ أنوركسيا، مش هتاكل، مش هيبقى ليك نفس تاكل. وفي الأطفال مش هينمو، عارف أنت، يقول لك كل يا حمادة عشان تكبر، مش عارف، يقول لك هو فعلا ما بياكل إيه، لأن الأطفال محتاجين العوامل الغذائية بكمية كبيرة، لأن الجروث بتاعهم إيه؟ سريع، تمام؟ أنا بذمتك يعني هو حاجة بتخليك تجوع، فأكيد عارف أنت الحاجة اللي بتسميتها دي، عارف أنت، جريلين، اسم الهرمون فعلا اسمه جريلين. طبعا الجريل اللي هو بتحط عليه الشبكة اللي انت بتحط عليها الفرخة او مش عارف ايه، او بتاع اللي انت بتحطه ده وتشوي يعني، فده هو اسمه جريلين، فانت افتكره ان هو ايه؟ جريلين، ما علينا، شوي وبتاع. فهو بيستيميوليتد بايه؟ ب الجريلين. دي كانت اول واحدة اللي هي اللاترال نيوكليوس، اللي هي بتقول لك لغ، يلا لغ، ماشي تمام. طيب عكسها بالظبط المفروض انها اسمها ايه؟ عكس اللاترال ميديال، هي اسمها فينتروميديال، معلش معلش. فهي الفنتروميديال دي عكس اللاترال نيوكليس. طب دي مسؤول عن ايه؟ مسؤول عن الاحساس بالشبع. طب انا لو النيوكليا الفنتروميديال نيوكليس المسؤول عن احساس الشبع لو باظت ايه اللي هيحصل؟ انا مش هشبع. يعني ايه مش هشبع؟ يعني مش هبطل اكل، يبقى عندي ايه؟ هايبر فيجيا، هترنيني اكل لان انا مش هشبع. يا ريت لو بطريقه انك تصدقني، لو تحنيكت وقررت ان انت تشغل، يعني مش شغل دماغك، بتشغل حاجات تانية وبتهبد، فساعتها بتحس عارف انت، بتبقى عارف المعلومة بس بتحلها غلط برضه. ليه؟ لأن هي الأخير رخمة شوية. الهرمون اللي بيستيميوليت الفنتروميديال نيوكليس هو الليبتين. عارف انت لما انت تاكل كده وتخلص أكل، تروح جايب كده كوباية شاي ليبتون وتشربها كده عشان تحبس وإيه وتروق على دماغك يعني، فاهم؟ فهرمون الليبتين او السيجنال اللي هو الهرمون الليبتين ده هو اللي بياكتيف الفنتروميديال نيوكليوس. فبالتالي خدنا دلوقتي تو نيوكليوي، عندك اللاترال نيوكليوس مسؤول عن الاحساس بالجوع، بتقول لك ايه؟ بتقول لك لغ، ولما عشان تلغ بتستيميوليتد بالجريلين، ولو باظت اللي بتقول لك لغ انت مش هتلغ. فمش لما بتقول لما مفيش حد يقول لك لغ مش هتلغ، يبقى انت مش هتاكل، تمام الكلام؟ تمام. الفنتروميديال نيوكلاس مسؤول عن الاحساس بالشبع، تاني اهو بكرر تاني عشان تحفظ معايا، لما تبوظ الحاجه اللي بتحسسك بالشبع فانت مش هتشبع، فهتفضل تاكل. واللي بيحفزها حاجه اسمها ايه؟ الليبتين. طبعا اكيد العكس، يعني اكيد الجريلين بينهبت الفنتروميديال والليبتين بينهبت اللاترال نيوكلاس، ما بس قشطه يعني، فاهم؟ ما مش حوار. طيب عندك بعد كده، احنا كده خدنا اللاترال والميديال، جميل جميل، هي اللاترال والفنتروميديال نيوكلاس. عندك نيوكليوتيدين يعني عكس بعض، واحدة اسمها anterior nucleus و posterior nucleus. ال anterior nucleus وال posterior nucleus ده والله بص دول مسؤولين عن الاوتونوميك و temperature. اقول لك ايه؟ عارف انت لما حد يضربك على قفاك، انت ايه انفعالك لما حد يضربك على قفاك؟ اكيد هتسخن وايه وتتخانق. فانت لما تسخن وتتخانق فال posterior nucleus، افتكر لما حد يضربك على قفاك من ورا يعني، فانت بتسخن من ورا، حلها انك بتسخن من ورا. فالبوستيرو نيوكليس انك بتسخن من ورا لما تضرب على قفاك، فانت بتسخن وايه وتروح تتخانق، تشغل السمساتيك. طب الانتيرو العكس مسؤول عن الكولينج وانها تشغل الباراسمباثيك. جميل كده احنا خلصنا الاوتونوميك اهو، ما بخدعكش انا. طيب طب عندك بقى حاجة اسمها السوبرا كايزماتيك نيوكليس. السوبرا كايزماتيك نيوكليس مسؤولة عن السيركاديان ريزم، احفظها كده، السوبرا كايزماتيك مسؤولة عن السيركاديان ريزم، فاهم؟ فكده يعني. طب ايه هو السيركاديان ريزم؟ هي الساعة البيولوجية بتاعتك، عارف انت انك ايه؟ انك بتنام مثلا الساعة 4 الفجر وبتصحى 4 الفجر، عارف انت كده يعني، انها مسؤولة عن ايه؟ عن الساعة البيولوجية بتاعتك، فهي السوبرا كايزماتيك. يعني والله حتة كده يعني ما مش مهمة أوي، بس أنا عايز أعملها يعني، مش مهم. بص أنت عندك مثلا، فاكر أنت كان يقعد يرسم لنا كده يقول لك دي الريتنا طالع منها، بس يعني لو أنت ما خدتش الكلام ده ما تركزش أوي، أو فاهم أنت. وده كده الأوبتيك نيرف، كان يقول لك حتى النيس الفايبر بتكروس والتمورال الفايبر مش بتكروس ومش عارف إيه، ماشي. فالسوبرا كيازماتيك دي الكيازما، تلاقي السوبرا كيازماتيك هنا فوق الكيازما، حتى كان اسمها السوبرا كيازماتيك، فهي بتستقبل اللايت،
فعلى حسب اللايت، يعني مثلا ضوء النهار المفروض يجي على عينيك فهو يحفزك انك تستيقظ وتبقى نشيط، وضوء الليل يجي برضه على عينيك فانت الدنيا تبقى ضلمه فانت المفروض تتخمد وتنام يعني، مش عشان كده بنطفي النور قبل ما ننام يعني، فانت كده. فده اللي مش مهم ماشي، فهي يعني هي ليها علاقه بسيطه يعني بالحوار ده ماشي. كده احنا خلصنا السوبرا كازماتيك اللي مسؤول عن السيركاديان ريزم. طيب عندك بقى السوبرا اوبتيك والبارافنتريكولار، دول النيوكلياي اللي بتعمل الاي دي اتش والاوكسيتوس، وده هنتكلم عنها في الاندوكرينولوجي. دول الاوكسيتوس او اي دي اتش دول بيتصنعوا في الهايبوثالاموس وبعد كده يتنقلوا للبستيريو بيتيوتري، والبستيريو بيتيوتري بتفرزهم على حسب حاله الجسم يعني فاهم، على حسب احتياج الجسم ليهم. فهي بتصنع فين؟ بتصنع في الهايبوثالامس، في اللي هم النيوكليوسايتين دول. طبعا يعني بالعقل برضو في حاجه اسمها السوبرا اوبتيك، يبقى اكيد ايه فوق الاوبتيك نيرف هنا، دي السوبرا اوبتيك نيوكليس ماشي، مش مهم ماشي. والبارا فينتريكولر ما علينا يعني. عندك بعد كده عندك بعد كده حاجه اسمها البري اوبتيك، ودي بتبقى تحت الاوبتيك نيرف بس من تحت، بعد انت مش عارف ارسمها بس هي تحت الاوبتيك نيرف. البري اوبتيك نيرف دي بقى اللي هي مسؤوله عن ايه، انا اخر حاجه اللي هي ايه السكشواليتي. انت واحد يقول لي انت ضحكت علينا، انت مستني الحته دي من الاول، هي دي بقى. لا والله البري اوبتيك نيوكلياس مسؤوله عن السكشوال بيهيفير. ليه؟ اصل هي بتطلع هرمون ايه السكشواليتي اللي هو الجونادوترين ريزنج هرمون. الجونادوترين ريزنج هرمون ده يعني عشان تبقى عارف، هو في الفيميل هو اللي بيحفز الانتيريور، هو طبعا بيطلع من الهايبوثالامس فهو بيحفز الانتيريور بيتيوتري انها تطلع ال اتش اليوتيلايزنج هرمون، والاف اس اتش اللي هو الفوليكال ستيميتنج هرمون. ان شاء الله في الريبرودكتيف انا بنتكلم على الكلام ده بالتفصيل. وبرده الجوناتروبين ريزنج هرمون ده ليه دور، بيلعب دور كبير جدا في تصنيع التستوستيرون الريبرودكتيف برده ان شاء الله. فماشي بقول لك برضو يعني هو يعني هي اتسالت للاسف في اليو وورلد ان هو مثلا يعني عن السيرمو ريجوليشن، هو سؤال للاسف واتسال في الار اكس والامبوس واليو وورلد. ف حته ان البري اوبتيك نيوكليس مش بس مسؤوله عن السكشواليتي، مسؤوله كمان عن الثيرمو ريجوليشن، بتسخن بقى وبتاع ومش عارف وبتهب منك وبتاع، ما مش مهم مش عايز اقول اكتر من كده، مش مهم ماشي. طيب في بعض النيوكلياي نيوكليس ما قلناهاش اسمها الاركويت نيوكليس. الاركويت نيوكليس دي اللي بتتحكم في الانتيريور بيتيوتري، دي اللي بتصنع مثلا السي ار اتش مثلا، اللي بيحفز الانتيريور بيتيوتري انها تطلع اي سي تي اتش مثلا مثلا يعني. طبعا انت مش مهم هي دي، يبقى الاركويت نيوكليس دي اللي بتحقق اللي بت ايه بت بتتحكم في الايه في الانتيريور بيتيوتري، فهي ايه بت ريجوليت الانتيريور بيتيوتري ايه جلاند، واللي هي بتطلع اللي هما الريليزنج فاكتور اللي هي بت ايه بت فاهم الانهبيتوري فاكتور اللي بيتحكموا في الانتيريور بيتيوتري. طيب بيقول لك انها بتطلع دوبامين، ما هي الحته دي مش مهمه قوي بصراحه ما اضحكش عليك يعني، ما عايز ما تعرفهاش ما تعرفهاش. في عندنا نيوكليس كده للناس للناس العزيزه يعني عارف انت، اسمها الدورزو ميديال نيوكليس. دورزو ميديال نيوكليس ديت على ما اخذ يعني للناس الدورزو ميديال، مش عايز اكتر من كده مش مهم عايز انت بس. عندي كان عندك بقى يقول لك مثلا اشهر ورم، فاكر انت الفنتروميديال نيوكليوس؟ اه الفنتروميديال نيوكليوس ديت احنا قلنا انها كانت مسؤوله عن الاحساس بالشبع. اشهر حاجه بتبوظ الفنتروميديال نيوكليوس عشان تبقى عارف يعني حاجه اسمها الكرينيو فارنجيوم. الكرينيو فارنجيوم دي والله فاكر انت الراسك باوتش والانتيريو بيتيوتري قبل ما تتعمل وكان بيطلع منها تيومر ومش عارف ايه، المهم يعني ده تيومر في الانتيريو بيتيوتري. فاشهر ورم يعني بيبوظ الفنتروميديال نيوكليوس اللي هو الكرينيو فارنجيوم، هناخده بالتفصيل ان شاء الله في الاندوكراينولوجي تمام. برضه للاسف ما بقول لك هي انت في مطالب بحاجات بسيطه كده في الداين كيفالون، لان هم للاسف مرتبطين بحاجات كتير ايفن بره النيورو ساينس، فانت في حاجه بالذات الهايبوثالامس فانت يعني فاهم انت ما تركزش في كل حاجه يعني، الحاجه اللي اقول لك فكك منها فكك منها ماشي. فطبعا لما بتبوظ الفنتروميديا ايه اللي هيحصل؟ مش هتبوظ فمش هتحس بالساتايتي ماشي، ففيلير اوف ساتايتي اللي هي طبعا اللي هي بتحصل بالليبتين، لانه انك سيميتد بالايه ليبتين ماشي. ماشي عندك بعد كده البري اوبتيك نيوكليس. البري اوبتيك نيوكليس دي اللي كانت مسؤوله عن السكشواليتي، فقال لك والله بتبص في حاجه اسمها كولمان سندروم. كولمان سندروم برضو انا خدت في الروايات بالتفصيل وما تركزش يعني، ممكن تحفظها اسما او مش مهمه اصلا مش هتسال اصلا في النيور يعني تمام. تمام كده خلصنا الحمد لله الهايبو سلامس والله ان بوينتس كده.
على يعني دقيقة بالظبط، هنجيبه في دقيقة إن شاء الله. قلنا إن هو الفانكشنز بتاع أو الفانكشنز بتاعته أبتد إيه، بتبقى على السكيما بتاعة 10 هاتس اللي هي طاقية رعاة البقر. وقلنا والله بعض النيوكليوي اللاترال نيوكليس مثلا مسؤول عن الإحساس بالجوع، الفنتروميديا مسؤول عن الإحساس بالشبع، الأنتيريور نيوكليس البوستيريور نيوكليس افتكرك بتسخن من ورا، والأنتيريور نيوكليس العكس، السوبرا كلازماتيك نيوكليس مسؤول عن السيركاديان ريزم، والسوبرا أوبتيك والبارا فنتريكولر دول بتوع الستيريو بيتيوتري اللي بيطلعوا هرمونات الستيريو بيتيوتري، والبري اوبتيك نيوكليس دي اللي مسؤوله عن السكشواليتي والثيرمو والثيرموريجوليشن، واتكلمنا الاركوت نيوكليس دي اللي بتحكم في الانتيريو بيتيوتري وهي مش مهمه قوي، والدورزو ميديال نيوكليس بتاع الناس الدورزو ميديال، والفنترو ميديال نيوكليس بتبوظ بتيومر اسمه كرينيو فارينجيوما، والبري اوبتيك نيوكليس بتبوظ في ايه؟ كولمان سندروم. ماشي مفتكر عارف بتبوظ في الكولمان سيندروم. ماشي ماشي، كان نتكلم بقى عن السلامس. السلامس ده لو تفتكر، لو هناخد كمان بالذات التراكس بتاع السبانال كورد سواء بالذات السينسوري، يعني هتعرف حاجة عن السلامس، ان السلامس ده مفيش اي حاجة بتوصل للسريبرال كورتكس غير لما بتعدي على السلامس. بمعنى ايه؟ ما مش اي حد يعني ينفع يعدي. طبعا احنا قلنا طبعا اللي هو السريبرال كورتكس دي الدماغ يا ابني، ما ينفعش يعني، لازم يكون لها سكرتاريا وبتاع وحد ينظم شغلها. السلامس ده مش بس هو السكرتير بتاع السريبرال كورتكس، قال لك لا ده ايفن ما فيش حد ينفع يعدي على السريبرال كورتكس من غير ما يعدي على السلامس الاول. تمام الكلام؟ فقال لك والله السلامس ده هو عبارة عن البوابة لدخول السريبرال كورتكس، ما ينفعش أي حد معدي كده يخش على السريبرال كورتكس. في واحد بس، سنسيشن واحد بس هو اللي بينفع بيعرف يعدي على طول، هو الأولفاكشن. الأولفاكشن ده جزء من الليمبيك سيستم، وهو يعني مش مطالب بيه قوي خالص خالص جدا خالص يعني. هنتكلم عنه كلمتين بساط كده على كام سندروم فيه، بس الليمبيك سيستم ده المسؤول عن البيهيفير والأولفاكشن. انت متخيل يا مان؟ فما يعني حوار بقى. تمام. يقول لك والله طب السلمس ده هيعدي عليه كل السنسيشن، بمعنى يعني كل يعني عارف انت السنسوري بتاعك اللي هو ايه، فاكر انت لما احنا خدنا السنسيشن ديت مثلا في برانش الريسبتور، قلنا مثلا في فاين تاتش وبريشر وفايبريشن ومش عارف ايه والكلام ده، ده كله هيعدي عليه. هيعدي عليه كمان السبيشال سينس، الفيجن والهيرنج سوري الاولفاكشن. اوعى اوعى، بص شفت وقعتك ازاي، ان الاولفاكشن ما بيعديش يا ابني على السلامس، هو الوحيد ان ده جزء من الليمبيك سيستم. التيست سنسيشن ايه برضو بيعدي على السلامس. تمام. ممكن والله يقول لك عارف انت يعني لو انت تفتكر يعني عدم مؤاخذه من الكليه، يعني كان في حاجه اسمها الاكسترا، احنا هنتكلم عنه بالتفصيل خالص، ولكن اكسترا بيراميدال دول كانوا بيظبطوا عارف انت الموتور سيستم، عشان تبقى عارف هي عنيفه شويه، هي بتدي الامر ما بتحددش عارف انت، لو قلت مثلا عايز اعمل فليكشن ملهاش ما هي تعمل فليكشن بس ملهاش علاقه بقى، انت عايز طبعا عشان تعمل بقى تعمل فليكشن بدرجه معينه وهكذا، فلازم الاكسترا بيراميدال يبعته للسيريبرال كورتكس هي هتعمل الفليكشن ده قد ايه. فده وظيفه بقى الاكسترا بيراميدال ان بريف كده، فهم عشان يبعتوا للموتور كورتكس الفليكشن ده هيتعمل بدرجه قد ايه، فلازم يعدوا برضو على السالمس. طيب زي السالمس زي الهايبوسالمس برضو بيتقسم لنيوكلياي. تمام. اول نيوكلياس معانا اسمها بي ال في ان تي، اسمها ايه؟ اسمها البي ال في ان تي، بوسترولاترال فنترال اوف نيو ايه اوف سالمس. البوسترولاترال يعني لو عايز تفتكر انها بوسترو، معلش بوسترو، فانت عارف والله ان اي حاجه سنسوري بتبقى ورا واي حاجه موتور بتبقى قدام، دي قاعده في السي ان اس، اي حاجه سنسوري ورا واي حاجه موتور قدام، حتى خدنا الالر بليت والبيزل بليت. تمام جميل. البي اللي فيه ان تي ال دي البوست افتكر بها ليمبس اند ترانك، مش عايز افتكر مش مهم. ماشي، جايه من الليمب تيجي ايه من تحت، فيب والله بيخش لها، بيقول لك والله بيخش لها تراكتين كده اسمها السباينو سلامك تراكت والدورزال كولامن تراكت، الحاجات دي انا خدتهم في السباينال كورد. المهم يعني التراكتات دي طبعا زي ما انت عارف ان انت خدت السنسوري تراكت او ما خدتهاش، يعني السنسوري تراكت دي بتخش كده وبعد كده تخش على السباينال كورد وتطلع، فكل السنسيشن كل السنسيشن وهناخد التراكتات دي بالتفصيل اللي هي تحت الوش بتعدي على ال بي ال في ان تي اوف سالامس. تمام
هتشيل ايه؟ هتشيل السنسيشنز اللي احنا عارفينها، فاين تاتش وبريشر، الحاجات اللي احنا عارفينها. تمام. تروح فين؟ بقول لك تروح على السوماتو سنسوري اري، وهنتكلم عنها بالتفصيل. ولكن يعني لو انت افكرك، لو انت مش فاكر، قد لو مثلا ده مخ، لو ده المخ كده مثلا، وده في حاجه اسمها السنترال سالكس، فهي تبقى ورا السنترال سالكس، دي السوماتو سنسوري اري. ماشي، لو انت عايز تفتكر يعني، مش مهم. المهم يعني، طب هو البي اللي فين تي بت ايه بتريلي كل السنسيشن من الجسم من تحت. تمام. طب انت عندك بعد كده بي ام في ان تي. البي ام في ان تي افتكر ان الميديا بنحط ايه، افتكروا بالميك اب، والميك اب بيتحط على الوش، فهي بتريلي كل السنسيشن اللي هي جايه من الوش. طيب والله ايه المفروض بقى يعني هتيجي ايه؟ قالك والله الحاجات اللي جايه من الوش، قالك والله اللي بيدي سنسوري سبلاي للوش، لو تفتكر حاجه نيرف كده اسمه الترايجيمينال نيرف. الترايجيمينال نيرف ده نيرف رقم ايه؟ رقم 5. فالترايجيمينال نيرف ده بيدي كل السنسيشن اللي هي العاديه، اللي هي اللي احنا عارفينها، اللي هي العاديه للجلد بتاع الوش، فيقول لك والله الترايجيمينال باسوي. وكمان يعني الى جانب السنسيشن بتاع الوش بيدي الجساتوري سنسيشن، اللي هو السنسيشن بتاع التذوق. فانت دلوقتي اول سبيشال سنس خدناه هو، خلي بالك، اللي هو ايه؟ التذوق. التذوق افتكر ان هو ماشي مع السنسيشن العاديه بتاع الوش عادي جدا، فهو بيعدي على النيوكليس اللي هي ايه، بي ام في ان تي، اللي هي بتاع الميك اب، اللي هي بتاع الوش يعني، فهي مسؤول بقى عن الفيس سنسيشن. هيروح فين؟ هيروح برضه على السمات سنسوري اريا، ده نيمونكس يعني، ده اللي هو الميك اب بيروح على الفين يعني، مش مهم. بعد كده عندك كده، احنا خلصنا كل السوماتيك سنسيشن اللي هم ايه، البريشر والتمبريتشر والمش عارف ايه، الحاجات اللي احنا خدناها دي، اللي هي خدناها قبل كده، اللي هي السنسيشنز العاديه اللي هي بتاع الجلد. فقلنا والله ان البي اللي في ان تي بتاخد من نص الجسم التحتاني، والبي ام في ان تي بتاخد من الفيس. ماشي، دي بالنسبه للنيوكلاي بتاع الثالاموس. طبعا بعد كده بتروح فين الحاجات دي؟ بتروح على السوماتو سنسوري كورتكس. بعد كده عندك اتنين نيوكلياي، دول بتوع سبيشال سنس. احنا خدنا طبعا يعني، خدنا واحده من سبيشال سنس اللي هي الجاستيشن او اللي هي التيست سنسيشن، ده ماشي مع الترايجيمينال باسوي رايح على البي ام في ان تي عشان يوصل على السوماتو سنسوري كورتكس العاديه. يعني لو انت عايز تسبق الاحداث، والله هو في حته للتيست، حته مسؤوله يعني، حته في الكورتكس نفسها في المخ نفسه مسؤوله عن التيست سنسيشن، بيقول لك بتبقى تحت السوماتو سنسوري اريا، اسمها التيست كورتكس او الجاستاتوري كورتكس، هي كده، هي حته تحت السوماتو سنسوري كورتكس. ماشي، مش مهم، هتاخدها بالتفصيل بعد كده. ماشي، بعد كده عندك تو نيوكلياي مسؤولين بقى زي ما احنا قلنا عن السبيشال سنس، حاجه اسمها لاترال جينيكوليت بادي وميديال جينيكوليت بادي. افتكرها كده، لاترال جينيكوليت عين، ميديال جينيكوليت ودان، لاترال جينيكوليت عين، ميديال جينيكوليت ودان. او ممكن تفتكرها زي ما الفيرست ايد قالها، اللاترال جينيكوليت بتبريسيبيتيت ايه؟ اللايت. طيب بريسيبيتيت اللايت يبقى هي شايله ايه؟ شايله الفيجن سنسيشن. فاللاترال جينيكوليت بادي شايل الفيجن سنسيشن ورايح بيه على الايه، على فين؟ طبعا انت عارف طبعا ان الايه، البتاع ده بيروح على الفيجوال كورتكس اللي هي موجوده في الاوكسيبيتال لوب ورا، بتبقى موجوده فاهم كده من ورا، فاهم؟ دي الفيجوال كورتكس موجوده في الايه، في الاوكسيبيتال لوب. تمام. طيب رايح فين؟ رايح على الفيجوال كورتكس. بعد كده الميديال جينيكوليت، وده الميديال افتكر بيها كلمه ميوزك، يبقى هي ايه رايحه بيها في ده، شايله ايه؟ شايله هيرنج. الحاجات هناخد طبعا الهيرنج باسوي ده بالتفصيل يعني في السبيشال سنس، ما تشغلش بالك، لا سوبيرو ليفري ولا انفيرو كوليكولاس ولا بتاع، دماغك يابا يعني مش للدرجه دي. ورايح بيها على الاوديتري كورتكس في التمبورال لوب، بتبقى هنا كده مثلا يعني، مش معتاد الرسمه دي، مش دقيقه يعني، تكبر دماغك. شكرا شكرا. طيب ال بعد كده عندك بقى اللي هي بتاع الموتور، اسمها ايه؟ اللي هي الفنترال لاترال نيوكليس. افتكرها انها فنترال قدام، هتقولي طب انا ممكن اتلخفن اصلا، ديت في واحده اسمها الفنترال لاترال بوستير. بص بقى، البوستيرور دي بتاعت السنسيشن، طب ما هي بوستيرور هي بتاعت السنسيشن على ما اقصد، انما الفنترال لاترال نيوكليس، الفنترال لاترال نيوكليس بس دي بتاعت موتور، دي بتاعت ايه؟ ديت اللي هي بتبع اللي هي الاكسترا بيراميدال سيستم، اللي هم البيزا جانجليا والسيريبيلم، بيبعتوا منها للموتور كورتكس عشان يظبطوا الموتور. احنا قلنا اهو يعني مثلا دي الاكسترا بيراميدال سيستم اهو، وديت الموتور كورتكس اهي،
سبلاينر سيستم عايز يقول للموتور كورتكس يعني ايه، وقفي عارف انت الحركه الفلانيه او ظبطيها الى ايه، الى درجه معينه. فايه اللي حصل؟ قال لك والله ما ينفعش ان ده يخش كده يقول له يا باشا ما تقلل الحركه شويه او زود الحركه شويه، لا ما ينفعش. قال لك لازم بقى يعدي على الصالونس، الحته اللي في الصالونس اسمها ايه؟ الفنترال لاتر. افتكر حتى انها فنترال لانها قدام. تمام. فوالله الفنترال لاترال ديت الانبوت بتاعها جاي من الاكسترا بيرابيدال سيستم اللي هم السيريبيلم والبيزال جانجليا، ورايحين بيه على الموتور كورتكس. تمام. كده احنا خلصنا النيوكلياي بتاعه السلامس الحمد لله. فاحنا قلنا السلامس بيريلي كل السنسيشن ما عدا الايه، ما عدا الاولفاكشن، وان هو اي سنسيشن مع اي حاجه معديها، يعني مثلا البي ال في ان تي واخده كل السنسيشن من الجسم كله ما عدا الوش. طب البي ام في ان تي جايبه السنسيشن بتاع الوش والايه والتذوق. لاترال جينيكوليتين او لاترال لايت شايله الفيجن رايحه بقى على الكورتكس دي، واللاترال جينيكوليتين رايحه بقى على التمبرال كورتكس، والفنترال لاترا مسؤولين عن ان هم يظبطوا الموتور ان هو يتوسع اكسترا بيراميدال يعني بالايه بالموتور كورتكس. جميل جميل كده احنا خلصنا السانس. في مشكلة بتحصل في الثالاموس اسمها الثالاميك سندروم. ايه الثالاميك سندروم ده؟ والله يعني عارف انت، هناخد الستروك بالتفصيل وهتعرف حاجة اسمها لاكيونار ستروك. ايه اللاكيونار ستروك ده؟ بيجي الناس اللي هم عندهم هايبر تنشن هيحصل حاجة اسمها لايبو هيالينوزس للبلاد فيزلز، فبيحصل انفاركشن في البلاد فيزل الضيق، فبيبقى الـ بتاع الوول بتاع الـ الوول بتاع البلاد فيزل عدم المؤاخذة مش ولا مش قايلها في الاستروك. المهم ايه اللي حصل يعني في السلامك سندروم؟ حصل يا باشا جلطة في السلامك ارتري. ايه اللي حصل؟ السلامس مات يعني. بقول لك والله حصل ايه؟ حصل ده عبارة عن يا عم خلاص بقى انت نام. عبارة حصل ايه؟ فاسكولار ليجن. فين يا ابني؟ في السلامس. قال لك والله يعني بيحصل ايه؟ بيحصل اسكيميك او هيموجيك ستروك، اي حاجة، اي مصيبة حصلت في السلامك ارتري. تمام. فقال لك والله حصل دامج للسلامك سنسوري، بس ايه بيقول لك يعني اللي بيبوظ في الصلمس هي البي ال في ان تي والبي ام في ان تي. البي ال في ان تي اللي واخده السنسيشن بتاع الجسم كله، والبي ام في ان تي اللي جايبه سنسيشن من الايه، من الوش، دول اللي بيبوظوا. فمن الاخر كده ايه اللي هيحصل يعني؟ ما هي دول شايلين ايه؟ شايلين سنسوري حضرتك. فهم طالما شايلين سنسوري، بس عادي الحاجه، فطالما الاثنين دول شايلين سنسوري قال لك خلاص يبقى يفقد كل السنسيشن على طبعا هو بص السنسور انت هتعرفه بعد كده ان هو يعني لحد ما بيطلعوا كده وبعد كده يكروس وبعد كده يعدي. طب لو ويوصل للسلامس ماشي، طب لو السلامس باظ ايه اللي هيحصل؟ قال لك هيفقد السنسيشن على نص الجسم الناحيه التانيه. هناخد بقى التراكتات بالتفصيل، بس احنا ايه عشان ما تستغربش من كلمه كونترا لاترال سايد اوف ذا بودي، لان كل حاجه بينزلها البرين معظمها يعني بتعمل كروسنج. معظمها الغالب الكبير يعني 90% مثلا بيعمل كروسنج، فاللي بيعدي في ايديك اليمين السنسيشن بيعدي في ايديك اليمين غالبا بيوصل لايه؟ للكورتكس الشمال والعكس. تمام فكده يعني. طيب فقلنا والله يحصل ايه؟ توتال سنسوري، هيفقد كل السنسيشن على الناحية المختلفة من البودي سواء الفيس او البودي. ليه؟ لان هو بوظ البي ال في ان تي والبي ام في ان تي. قال لك بعد كده بيقول لك والله ايه اللي بيحصل؟ قال لك والله اقل ستيمولس بيعمل بين حاجة اسمها ايه؟ اسمها اللودينيا. الالودينيا اللي هو اقل ستيمولس يعمل، يعني لو لمسته كده تلاقيه بيصوت. ليه؟ لان مثلا السلامس اللي هو على الناحية دي باظ، اللي هو مثلا مسته ايه كده رحت لمسه كده، اقل ستيمولس تلمسه، بس ده بعد فتره او في الاول بيفقد السنسيشن. طب بعد فتره قال لك تيجي تلمسه يحصل له بين لا اقل ستيمولس بيعمل له بين. هو اللي على ما المس حد كده ينفع يعمل له بين؟ قال لك لا، بيبقى ايه يحصل له بين بقى، يقول لك يعمل ايه؟ بيبقى عنده احساس ان على طول حد بيلمسه. حاجات غريبه جدا. وكمان مش كده، يقول لك بعد كده كمان بيتطور معاه الوضع، وايفن على طول نصه ده بيوجعه على طول، وعلى طول الراجل ده بيصرخ وبيتألم جدا من جسمه، طبعا عذاب يعني. فقال لك والله ايه سيفير بين ان باروكزيسم، ان هو الراجل دهوت ان هو الراجل دهوت بيجي له ايه كل شويه، يعني هو عايش يا عيني في بين، كل شويه يحصل له بين بدون اي سبب، او ايفن اي حد يلمسه يتوجع. الى جانب ده كله ان هو اصلا مش حاسس باي سنسيشن غير البين من نصه ده، فشعور يعني سيء جدا يعني. تمام.
يقول لك يعني ان هو ممكن يكذب بالتاتش. بس سيراميك سندروم ايه ببساطه شديده؟ ايه هو السيراميك سندروم عشان ما اطولش عليك ولا احرق دمك؟ يعني السيراميك سندروم ببساطه شديده حصل جلطه في السيراميك ارتري او اي او حتى فرقع على السيراميك ارتري، ايه اللي هيحصل؟ السلامس مات. طب السلامس مات، السلامس ده بيريلي كل السنسيشن، بس هو ما بيقولكش السلامس كله مات، هو قال لك البي اللي في ان تي والبي ام في ان تي، البي اللي في ان تي والبي ام في ان تي اللي هم شايلين الجنرال سنسيشن. فبالتالي لما يحصل الموضوع ده ايه اللي هيحصل؟ قال لك هيفقد السنسيشن على الجزء المعاكس من الجسم. يعني لو هنا السلامس اليمين مات، الجزء الشمال كله سواء وشه او رجل او جسمه كله يعني كله مش حاسس بيه. تمام. بعد كده قال لك والله يتطور مع الموضوع ان هو لو ان حد لمسه كده تلاقيه بيصوت. ليه؟ هو بقى كده، ما تعرفش، هي حاجه ان اكسبليند للاسف. يقول لك بس للميديال بارت ولا اللاترال بارت مين اللي باظ اكتر وحوار غريب كده. كبر دماغك. ماشي ماشي. وايه اللي حصل بعد كده؟ قال لك والله كمان ممكن يحصل البين ده في باروكزيزم كمان بدون اي سبب كده، تلاقي الراجل ده ايه متبهدل معاك، يعني تلاقيه على طول ايه يقول لك الحته ايه في بين فظيع. طيب في حاجه اسمها الورنيك كورشاكوف سندروم، دي حته بايوكيمستري بقى. يقول لك والله نقص الصيامين، واشهر اثر نقص الصيامين هو الالكحوليزم، فيقول لك بتدور بتبوظ البي اللي هو البي ام في ان تي بتاعت الوش. فدي بقى ناخدها ان شاء الله في البايوكيمستري، هو فكره نقص الصيامين وكده. ماشي. فمش مش فكك منها دلوقتي، مش حوارنا خالص يعني. بالنسبه للايبي سالاموس، الايبي سالاموس والله لا كنت حاطط لك صوره كده لطيفه يعني، لطيفه قوي يعني، للداينكيفالون فوق هنا. فقول لك والله بص احنا خدنا لحد دلوقتي ده السلامس، يعني لو انت خدت بالك احنا كنا عايزين شويه ده الهايبو سلامس اهوت، فاهم قصدي؟ الايبي سلامس هي الحته دي اللي هي جنب الصلاة ورا، هو ما سموها ايبي سلامس، ما لكش دعوه ايبي فوق انا على عيني وراسي والله، بس يعني انها بس هو ده الايبي سلامس، عباره عن الباينيال بودي. وفي عارف انت جنب يعني ايه يا عم، يعني هو عبارة عن الباينيال بودي كده، وفي الحتة دي اسمها الهابينيولا، ده الإبيسالاموس ببساطة، ده لو انت بصيت عليه من ورا كده. فهو زي ما انت شايف كده هو ايه، هو الباينيال بودي اللي انت شايفه قدامك ده، اللي هو الباينيال بودي دهوت، واللي جنبه اللي هما الهابينيولار نيوكليوي. طيب هنتكلم عنهم. الباينيال بودي زي ما احنا قلنا، بسم الله الرحمن الرحيم، بيبو ده بيسكريت ايه؟ قال لك بيسكريت الميلاتونين. الميلاتونين ده يعني لو انت عندك شويه معلومات عامه، الميلاتونين ده بيساعد على النوم. طب هو بيسكريت ميلاتونين على اساس ايه يعني؟ يعني هو ليه بيسكريت ميلاتونين؟ او هو يعني ايه فكره الميلاتونين؟ قال لك والله احنا خدنا في الهايبو سالاموس لو تفتكر ان يعني في حاجه اسمها ايه، السوبرا كارزماتيك نيوكليس. السوبرا كارزماتيك نيوكليس دي متصله بالباينيال بودي، تمام؟ فهي متصله معلش تتخيل معايا ان ده الباينيال بودي وهي متصله بيه. فوالله عارف انت مثلا لما انت تطفي النور كده قبل ما تنام، فانت لما تطفي النور فبتبدا السوبرا كارزماتيك نيوكلياس دي تقول الباينيال بودي انها تفرز ميلاتونين. فدي فكره الباينيال بودي انها جزء برضو من اللي هو ايه بيحدد السيركاديان ريزم، ان انت لما تيجي تنام يروح عامل ميلاتونين فتنام. فهي دي الفكره. من الحاجات اللطيفه برضو عشان تبقى عارف، لو انت جد وتيتا يعني ربنا يديهم الصحة، تلاقيهم ما بي ايه ما بي ما بي نومهم مش مظبط، يعني مثلا تلاقيه نام ساعتين يعني ما عندوش ساعة بيولوجية مظبوطة، لأن انت دايما بعد سن 50 تقريبا بيحصل كالسيفيكيشن للباينيال بودي وبيبوظ، ودي حاجة فيسيولوجي يعني كلنا هنبقى كده يعني. فالباينيال بودي بيبوظ، فبالتالي تلاقيه عارف انت الحاج او تيتا او جده يناموا ساعتين كده، وتلاقيهم ايه يصحوا يصلوا الفجر ويتنهم صاحيين لحد مثلا الساعه 9، وتلاقيه دخل نام بعد كده وينام له ساعه ويصحى فايق كده وايه ويفوق شويه، وبعد كده مثلا ينام على العصر تاني ساعه وهكذا. ليه؟ لان هم ما عندوش سليب سايكل. ليه؟ لان ما عندوش الباينيال بودي عنده بايظه، فما ما عندوش فكره الميلاتونين، فهو عارف انت فيبقاش عنده سايكل واضحه. فهي ديت برضو حاجة يعني معلومة لطيفة كنا واخدينها في الهيستولوجي باين في سنة تانية أو أولى مش فاكر، كنا خدناها في الهيستولوجي وخلاص، كان دكتور الهيستولوجي بتاعنا دكتور محمد النجار كان قايلها لنا، مش مهم. فقال لك والله المهم يعني إنها إيه بتسكريت الميلاتونين. فالمهم يعني إن الميلاتونين ده زي ما إحنا قلنا بي إيه بيخليك تنام بس وخلاص. فيقول لك بقى إيه إن هو بقى
الانفايرمنتال لايت بيريجوليت الاكتيفيتي اوف البينيال جلاند. سو ان هو يعني هي ايه بتظبط على حسب زي ما احنا قلنا الريتنا بتستقبل اللايت فتوصل للكيازما، فالكيازما بتظبط يعني هي متصله بالسوبرا كيازماتيك نيوكليس، والسوبرا كيازماتيك نيوكليس متصله بالبينيال بودي، فعلى حسب البريسبشن بتاع اللايت على سن احنا بالنهار او بالليل يعني بيتحدد الاكشن بتاع البينيال بودي والسوبرا كيازماتيك نيوكليس زي ما انا قلت لك. تمام. بعد كده في عندك الباينيلوما. الباينيلوما ده هناخده بالتفصيل في التيومرز. تمام. ونتكلم بقى ازاي ان هو بيأثر على الفيرتيكال جيت، هنتكلم ازاي ان هو بيفرز برضه جوناتروبين ريليزنج هرمون، ولكن مش موضوعنا، ولكنك سمعت اي حاجه ولا هي هناخده ان شاء الله في التيومر ده بيصيب العيال الصغيره. ماشي. ولا يعني لما انا بدأ النيوكليوي ديت هي ايه، لو مش عايز تعرفها ما تعرفهاش احسن. لما النيوكليوي ديت بص هي حاجة ما حدش عارف لها وظيفة لحد النهاردة، ولكن العلماء يعني يظنون هو مجرد ظن يعني ان والله الهابينولار نيوكليوس دي مسؤولة عن ان انت تحس بالمكافأة. عارف انت مثلا لما تقعد تذاكر كده بيبقى عندك انت كده موتيفايد ليه يا ابني؟ عشان يعني فاهم هي مسؤولة انك تحس بالموتيفيشن، انت يبقى انت عندك موتيفيشن ان انت تكمل وانك تذاكر وتكحرت نفسك وبتاع، وان انت لما يجيلك لما انت مثلا تجيب درجة حلوة في الامتحان بقى تفرح بقى وتحس ان ايه في ريورد وصلت لحاجة بقى. فهي مسؤولة يعني عن احساس السعادة والمكافأة، يعني شعور المكافأة، او ان انت تخليك مصمم انك تعمل حاجة عشان تشعر بشعور المكافأة ده. فهي دي فكرة الهابينولار نيوكليوي. يقول لك بقى انها متصلة بحاجات كتير كده في السي ان اس دماغك يابا، يعني الساب سلامس ده بقى اكسترا بيراميدال بيور، وده مش هينفع يتقال هنا خالص. يعني انت في الاكسترا بيراميدال هتلاقي بقى ايه اللي هي البيسال جانجليا، هو ده جزء اساسي من البيسال جانجليا، ملوش اي علاقه بالداين كيفالون يعني، فمش هقوله خالص برضه دلوقتي، ده برضه في الاكسترا بيراميدال. بكده يا شباب نكون خلصنا المحاضره الثالثه الداين كيفالون، اتمنى يكون يعني تكون استفدتوا. هو للاسف هي حصه صغيره جدا وما فيهاش ديتيلز اصلا، وايه ما فيهاش يعني تحس انها هي معتمده على الحفظ، فانت يعني ما فيهاش ابتكار، فانت ذاكر ذاكر واحفظها، وانا يعني اللي انا قدرت اعمله ان انا اساعدك بشويه نيمونكس. ف ادي النيمونكس وادي الموضوع، فانت ايه بقى اقراه كده مع نفسك وحاول كده ايه ترستقه يعني كده وتظبطه ان شاء الله. ربنا يوفقك يا شباب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.